هذا الأخ اسمه بدر يقول: أنا شاب ولكن أتعرض لبعض الفتن والشهوات، كيف أحمي نفسي من ذلك وما هي وصيتكم لي ولغيري؟ تحمي نفسك من ذلك بأحد أمرين، إما بالزواج إن كنت تستطيع، وإما بالصبر وتجنب أسباب الفتنة وغض البصر. قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، من لم يستطع فعليه بالصوم، إنه له وجاء. الله جل وعلا قال: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. نعم.